جيلوكي سالاسو. انتوا اللي جايبوني لهون؟ انا والله ما عملت شيء. انت اللي بدك توصلنا لعم عباده وام عباده. انا مستحيل اعمل هيك شيء، هن بحبوني وانا مستحيل اخونهم. هيك لك جيب لي اياه. مرهم ابني الصغير. بابا ساعدني. مالك شايفني مربط انا كمان؟ انا بدي مين يساعدني عميان ما بطس. وهيك بدك توصلنا عبادة وعبادة ولا بدنا نغطر ابنا؟ لا كل شيء لابني. انا جاهز. معناها رح تنفذ كل شيء بعلمك عليه. حاضر انا جاهز، بعمل لكم كل شيء بدكم اياه، بس ما حدا يقرب على ابني. اديله بسي اديله. يا عيني عليك، شايف شلون انا مش عارفين شلون بصير الدرن؟ ولك شو مال هذا؟ 24 ساعة عندي خانة. تشوف شو بهون كمان ليش طلع صوته؟ خليكم معي رجعكم. بس لحظة قبل ما اطلع العب شوف الفيديو لسه ما رح ينحط لايك. حط لايك اشترك وقناة وفعل زر الجرس لنوصل 2 مليون بسرعة. حط لايك شفتك ولك شبي اشكم ولك شبك ولك شبك كل شوي هات مصاري هات مصاري حرام عليك يا حرام. يعني انا المصاري عم باخذهم بحطهم جيبتي مثلا يعني؟ ولك شبكون شبكون ايش في؟ لميتوا علينا اهل الحاره ولك ليش حتخانقوا؟ اما هيك كل شوي هات مصاري هات مصاري هات مصاري اوبا فلست خالص بابا ماي ولا ليره منوم. ابوكم حسسني انه المصاري عم باخذهم عم بحطهم لي انا عم باخذهم لي ما عم بحطهم على البيت. ولك شبك ولك شبك. اي لا بابا انت مزودها يعني. لازم تعطيها مصاري يعني كل ما طلبت عطيها. حلو شايف انت بايدك ولك برغي انت مني ما تقلع كلمة. انا والله ما قصدي بابا. انت كمان مين؟ انت كمان غلطانة يعني غلطانة. ايه كمان يعني ممكن شوي تقولوا هات مصاري هات مصاري خلصنا يعني. شو حسمعني لاشوف؟ ما كنت عم بسمع انت ايش كنت عم تقول سمعني؟ والله لاعمل منك صينية كبابة ولا تعشاها اليوم. اي لا بابا بدها تطابي راسي يعني. شو بحكوا؟ تعالوا لك امسكوا هاتوا لهون. انا من حفظ المفتاح لازم كل ما اقطع ضيعوا المفتاح عني. او عبادة او عبادة استنى بابا انت شو جابك لهون؟ ايش في؟ ما في شيء بس جيت اشرب عنكم شاي. شاي؟ بهالوقت؟ ادخل تفضل. انك تحب طيب عمي انت جايك الله لهون. شو بكون؟ انتو شو بكون اليوم؟ عطلكم جاي اشرب عنكم شاي وانا اللي بدي اعمله. والله غريبة. انا بعرف لا بس عن جد غريبة يا عمي. وهي احلى كاسه شاي الاحلى يا عباده. شكرا عزبت حالك. او عباده دق لي هالكاسه ما رايك؟ راسي راسي بدي اخذها ليه الكاسه مني راسي. كل شي بدكم اياه صار شرب الطعم واغمي عليهم. بشوفكم مكان التسليم.
أخيرا. عبوا أنكم عطوني حب وقالوا لي مش هلا أسممكم ليكم حبين إيدي بسرعة لازم ألحق ولا من بين إيديهم. إيه طيب شو نعمل؟ لازم نتصرف بسرعة. بس أنا رح أعرف أتصرف وتسمعوني بس أشرح لكم وافهموا مني. نحن رح نجيب أشخاص يتذكروا بلاد إسماعيل على أساس إنه نحن وبعدين أنا رح أتصرف في الباقي. ولك هدول ما هن انضحك عليكم يا أغبياء. أكيد عرفوا المكان ضعوا حوضوا المنطقة بسرعة بسرعة. ما حدا سمع عليك واخيرا اخبيا بس ده هون وبس ما فكر تهرب لان كان محاوط كلياته بالشرطه يعني راح يمسكوك شكركم على نهاية سلسلة 11. صراحة ما كنت متوقع انها تنجح كل هذا النجاح. شكرا لدعمكم، شكرا لتواصلكم معي على الانستغرام خلال هاي الفترة كلها اللي كنت غايب فيها وبعدها ليش ما عم تنزل مقاطع، بس كان في شغلات عم تصير معي. متابعيني على الانستغرام رح تعرف. حبيت اشكركم كثير وانتظروني بسلسلة جديدة وافكار جديدة. سلام كمان سلام.